السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين كاملين، مرحبا بكم اللي بغى يجي لريفيس طوازي، وكنقول لكم مرحبا في القناة أحلام جميلة. أحلام جميلة، تحية ليك، تشرفنا باش نديرو معاك فيديو هكا. جينا اليوم تكريم الأخ يوسف الزوالي، جدر التكريم ديالو في الدار البيضاء في الخيمة. اللي بغى يجي ويجي العائلة ديالو مرحبا وسهلا. كيف كتشوفوا الخيرات كاينه 79 درهم كل تتشبع، وكاينه عاوتاني الفطور 40 درهم وشي لعيبه كل تتشبع. المهم غنوريوكم الرزالطه كامله، غتبقاو معنا واحد واحد يعطي التصريحات ديالو. مرحبا بكم خويا، تحياتي لبيلا فيلتر مول القاسم. السلام عليكم، تحياتي لكم خوتي خواتاتي، خوكم مول القاسم صحي وحي من مدينه الدار البيضاء مع مستر الشاوي قناه احلام جميله. اللي بغى يجي الخيمه كل تتشبع افابور ناكلو مني افابور في بوبك. المهم تحياتي لكم اخويا اخويا، تنتمناو محبين مول القاسم يتابوناو في هذه القناه ويشتركوا ويفعلوا زر الجرس، لان مول القاسم ديما ما كيقولهاش في قناته، ولكن في هذه القناه غنقولها لكم باش تدعموا الناس اللي كيديروا الترف والناس اللي كيديروا الماكلات زوينين. كنشكركم من هذا المنبر انا والاخ مصطفى الشاوي، شكرا لكم جميعا، تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام الحلاوي، فنان مسرحي وزجال وكاتب كلمات. كنقول لكم بأنه اختي جميلة، الإنسانة الطيبة، الإنسانة الراقية اللي كتصوب لنا الشهوات وكتشجعنا وكتشجعنا الماكلة ديال البيت وديال الدار. راها شرفتنا اليوم كازابلانكا بالدار البيضاء باش تحضر لواحد الحفل اللي هو دارو يوسف الزروالي، على اساس انه دش لواحد المطعم اللي هو مطعم معروف في مدينه الدار البيضاء ومعروف بالانواع والشكيلات ديال الانواع ديال الطعام المختلفه والعصائر والسلطات اللي هو بيفي الخيمه. كنقول لكم زيدوا شجعوا قناه احلام جميله، ابونيو بارطاجيو وديروا لها تعليقات زوينين، تعليقات اللي يكونوا في المستوى باش تشجعوها، لانها جات شرفاتنا من مدينه الداخله وتحملت المشاق ديال الطريق، علاش؟ حبا في الوطن وحبا في الملك والمغربيه الشامخه ديالها، يعني كتحس بالهويه ديالها. فتحيه الى كل نساء العالم، وتحيه الى المراه المغربيه اللي كتمثل نصف المجتمع، ونقدروا نقولوا المجتمع كله، لان فيها الام فيها الاخت فيها البنت فيها الزوجه. فتحيه الى كل نساء العالم، مرحبا لالا جميله، مرحبا بك وصلنا، احنا كنا مغاربه وكنا كنموتوا على الملك، كنا كنموتوا على الوطن، تحياتي. شكرا لكم بزاف، ولهلا خطيهم تنقول لهم شكرا على الكلمه الطيبه اللي قالوا في حقي، وتنقول لهم لهلا خطيكم. المهم غتبقاو معايا باش غندوزو عند الاخ دري. تحياتي لكم كاملين، تحياتي لكم جميعا الناس الزوينين. ابونا عند الاخت احلام جميله، راه عندها ميكال، عندها على الاقل كدير شهيوات غزال، شهيوات واعره، وهي مسكينه جات من عندها من الداخله، انا كنقول لكم جات من الداخله باش تحضر معنا في هذا الحفل ديال الاخ يوسف الزوالي، الاحتفال بمليون ابوني. نتمنوا ان شاء الله حتى يحتفلوا عندها بالعشر الاف وبالمئة الاف وبالمليون، علاش لا؟ يلا تحياتي لكم جميعا، بسلامة اختي، بسلامة اختي. تحياتي لكم جميعا، تحياتي للقناة جميلة، مرحبا بكم في مدينة الدار البيضاء أحلام جميلة، راني غلطت عفوا، قناة أحلام جميلة، مرحبا بكم في مدينة الدار البيضاء اللي كبرتوا بينا وكبرتوا بالأخ يوسف الزروالي، تحية كبيرة لكم على هذا النضال الجميل، ومرحبا بكم في ريستور الخيمة، بوفي الخيمة في مدينة الدار البيضاء قرب من رمبات شادية.
اللي بغى يعرض على احبابه ويعرض على اصدقاء ديالو مرحبا وسهلا. واليوم كنتواجدوا في هذا الحفل الجميل ديال اخي يوسف الزروادي يا والشاوي دريويش مسكين والله دريويش له اخلاق عاليه وانا اللي تعجبني بس هو دريويش دريويش المتعلم وتيقلب على قبل العيش ديالو راجل ما تيطلب حد والو هو قاني ومالك تحيه لوليداتو والوليد ديالو والوليده ديالو جوج ديالو شكرا كان خاصك تفتح لي هاد العين عطيني مرتك تنعد تحية أختي ومرحبا بكم تحية القناة ديالك وتتمنى عقبال إن شاء الله المليون تجي عقبالي وتحية الناس ديال الداخلة ومرحبا بك ألف مرحبا بك وتقابلوا مع أختي شكرا هذه القناة خاطر قناة أحلام جميلة.